صباح الخير، صباح الأمنيات الطيبة مع باقات الورد اللي بنجمعها كل يوم جمعة لنكون معكم بصبحية بيوم عطلتكم مشاهدين ومستمعين عبر قناة أوغريت وإذاعة أمواج. باقاتنا اللي دائما بنجمع فيها عطر الفن بين الموسيقى والغناء، واليوم معنا أيضا الفن التشكيلي بجوانب متعددة بالإضافة للإبداع في الرياضة. هاي باقاتنا اليوم اللي رح نحملها وننثر عطرة عليكم بصبحيتنا يوم الجمعة، واللي برحب فيها بالبداية بضيوف ورودنا الأولى الأستاذ محمد عمران، أستاذ الموسيقى أيضا ملحن وعازف ومغني. أهلا ومرحبا أستاذ محمد، يسعد صباحك. صباح الورد جميعا. وردتنا الحلوة، نحن الصغار بنقول لهم برعم الورد اللي عم بيتفتح بكتير من هيك الهدوء والعطر المخزن اللي عم بينبئ إن شاء الله بمستقبل حلو مع الصوت الجميل والطفلة ميس حبيب. بنقول لك صباح الخير يا ميس، يا وردة مفتحة حلو. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. أستاذ محمد، أنت وميس عاملين ثنائي جميل، بالإضافة لأنه عندك اهتمام بتبني وتنمية المواهب من خلال تدريسك للموسيقى والغناء. ميس، من طالباتك اللي كتير واعدين يعني الحقيقة من حيث الصوت وكتير في مقومات أخرى، كيف عم بتتابع مع طلابك بهذا المجال ومع ميس بشكل خاص؟ لا بصراحة الموضوع بالنسبة لي هو كان عام بالنسبة لكل الطلاب، بالنهاية هاد شغلي يعني بالحياة، فلما بشوف أنا في مواهب أو شيء مميز فأنا بحس أنه لازم يكون أنا واقف معه للأخير يعني. فميس كانت من هيدي الأمثلة يعني اللي كانت أكثر شيء مميز يعني. بقية الطلاب نفس الحالي يعني، طالما في موهبة معينة فأنا قدر المستطاع أنا رح أكون معه للأخير، وهذا بحسه أنه واجب يعني لازم طالما أنا فيني ساعده يعني وفيني وصله لمكان منيح. نعم، هو يعني مشروعك أيضا الموسيقى بالحياة. مقومات الصوت الحلو يعني هو بنقول بالأخير هو هبة من الله، لكن لما نحن بنلاقي خامة جيدة وبنبدأ نشتغل عليها قديم نكون حذرين، لأن أحيانا في عفوية بأصوات بتخاف عليها الحقيقة، أنه بتحب أنك تبقي على هاي العفوية، تبقي على هالجمال، لكن بقى بدنا ناخدها لمحل يكون صح موسيقيا تماماً. وأداءا تماما. هلأ بهذا الموضوع أهم شيء بالبداية أنت تشوفي نقاط الضعف تصلحيها ونقاط القوة تدعميها يعني. هذا موسيقيا يعني أنه لأنه الموضوع إذا ما بلش من البداية صح بصير بصعب كتير أنه لقدام أنك يعني تبني صوت صح. تمام. أنت بلشي من الأساس صح، أنه لأنه لما بيكون في خطأ معين أو ممكن يكون في مشاكل حتى الطفل أو الطفلة اللي عم تغني ما أنا منتبهة أنه في مشكلة، أنه بتكون فكرة أنه عم تغني صح، لكن موسيقيا هو أكيد بيكون في أخطاء صغيرة بدنا نشتغل عليها لحتى نبلش نبني من الدرجة الأبعد يعني. تمام. اللي بعد هيدي يعني. وهيك بنكون فعلا عم ننمي هذا الصوت، عم نعطيه أكيد. طريقه الصحيح، والتدريب يعني بيصير بالتدريج يعني. أنت ما بيصير طفل من البداية فورا تدربي على أغاني طرب يعني. طبعا بتبلشي حسب إمكانيات الصوت، وبعدين بس كل ما زادت الخبرة أنت بتشتغلي، بس بصير عندك مجال أوسع لأنك تدربي الطفل. وهو التدريب الحقيقة بيحتاج لأنك أنت تبدأ مثل ما قلت بجوز بالتدريج، لكن في شيء اسمه اليوم كلاسيكيات الغناء، هدول صاروا مدرسة. طبعا بدنا نعلم يعني، ما شرط أنه لأن طفلة ما بنعطيها إذا عندها إمكانيات أو إذا صوت مهم، أنه ممكن نحن بقى نبدأ بالشيء الكلاسيكي اللي هو بيعلم أصول الغناء. أكيد، لكن هاي النقطة بتصير بعد ما أنت بتأهلي لهذا الصوت. طبعاً. بعد ما بتجهزيه يكون أنه قادر يشتغل هيك شيء، ما فيكي فورا تقولي تعالى نغني هيك. لا، في نقاط ضعف بدنا نشتغل عليها نساويها صح، بعدين خلاص أنا بعرف حالي هون صار ممكن أشتغل اللي بدي إياه مع هذا الصوت. يعني الخامة موجودة يعني، حتى هلأ هيك بالفن التشكيلي ما نستعير هلأ شوي من كلام ضيفتنا ووردتنا اللي بعد شوي، إنه بيكون عندهم الخامة، بيقولوا بيشدوا الخامة بيجهزوها وكذا، بعدين بيبدوا يفرشوا ألوانهم وتفاصيلهم. فنفس الشيء الخامة موجودة أكيد بدنا نشتغل عليها. وميس بالنسبة لميس أكيد خامة ما شاء الله يعني. لميس ما شاء الله خامة كتير يعني فعلا واعدة، وفي مقومات بناء عليها. فميس هلأ أنت أي صف صرتي؟ سادس. مع دراستك انت عم تهتمي بموهبتك بصوتك، كيف عم تشتغلي على هذا الشيء؟ طبعا مع استاذك اكيد انا والاستاذ محضرين كثير شغلات لقدام،
وأنا والأستاذ كمان يعني بدنا نسجل أغنية، يعني هني غنيتين بالاستديو، وكتير مبسوطين أنا والأستاذ، والأستاذ عم يدربني كتير. إيه يعني هذا الشيء أنت ما عم تهمليه، يعني مع دراستك أكيد دراستك كمان أنت شطورة، بس إنه هذا شيء أخذتي خلص صار بحياتك، الغناء والدراسة الموسيقى صار جزء من حياتك، التمرين ربما يومي أو حسب دروسك، فهذا أخذتي خلص خط، بحسه مادة يعني إنه بدي أدرسه. برافو عليك. طيب خلونا نسمع شيء هيك، ما بعرف أنا حسيتكم كنتوا بالبروفو عم تبدوا شيء هيك من عالم الفيروزيات الطفولي كمان. تماما. وطيري يا طيارة مع طيارة الورق هيك اللي بتحلق بالسماء، بتروح أحلامنا وتنداح مثل ما بيقولوا كتير من الألوان والصور. رح نسمع ميس ومحمد. بإطار اهتمامك بالمواهب أستاذ محمد، ممكن يكون يصير عندك عدد من الأصوات بتتفاوت طبعا قدراتها أو حتى مهاراتها وجمالها، بتفكر أنه مثلا تعمل جوقة أو يعني نواة لكورال؟ نحن اليوم كتير بحاجة لكورالات، لأطفالنا وأهلهم عم يرغبوا دائما، يعني حتى لو ما كانت أصوات ممكن تكون يعني مثلا صوت أو أنه هي واعدة يصير مطرب أو فنان، يعني مجرد أن يكون هي بجوقة تؤدي صح، تؤدي شيء مهم يعني. أكيد هلأ بحكم أنه أنا عم اشتغل على الموضوع من سنوات، فأكيد عم اشتغل على هذا الموضوع من ناحية العازفين أو المغنيين. هلأ كعازفين صار عندي الكم المنيح، المغنيين ككورال يعني وليس مغني إفرادي أو سولو. فأكيد في أصوات مغنيين كمان، في سولو، في أكثر من صوت طبعا عم اشتغل عليهم. هذا الشيء موضوع الكورال أو الفرق الجماعية بتطلب جهد وتعب صح كبير يعني، وأكيد عم اشتغل عليه، وهو هدف من يعني هو شيء من أهدافي يعني بالمستقبل. تمام. أكيد طالما يعني في المواهب حتى بالكورال بتقدر تعمل سولويات، الأصوات المميزة ممكن تاخذ يعني فرص لغناء مقاطع كذا، فهو الحقيقة هيك فن جميل يعني. أكيد هلأ كلمة نوعت، كلمة كثرت الإمكانيات أو المواهب موجودة، كلمة صار عندي أنا كمدرب صار عندي خيال أوسع، يعني صار في عندي خيارات أكثر، فيني أشتغل على كتير أفكار ممكن أنا نفذها من خلال هدول الطلاب. طبعا بصير مادة تمدك بمشروع توسعه أنت يعني حسب أكيد ما هو متاح. ميس أنت يعني مع الأستاذ أكيد هون هذا درس،
لكن بقى انت كيف بتجتهدي لحالك؟ هلا الطالب بيروح على المدرسه بياخذ الدرس، بس بقى اجتهاده بالبيت بينه وبين حاله، اجتهادك هيك وهاجسك انه انت هون بدك تأدي صح هون هو احكي لنا كيف بتتدربي لحالك بالموسيقى؟ ايه بالموسيقى والغناء. مثل ما قلت انه بحسها كمان ماده عم بدرسها، وطبعا يعني كمان دروسي كمان يعني انه كمان بدي ادرسهم بشكل طبعاً طبيعي مثلا. والعزف والغناء والموسيقى. هلا انت على اي اله هلا عم تتدربي؟ على العزف. آلة العود. على العود مثل الاستاذ محمد. يعني ممكن بعد فتره تصطحبي العود وتصيري انت تغني وتعزفي. ممكن ما تحتاجني باللقاء القادم يعني. ان شاء الله. لا ما تحتاج، ما تحتاجك ان شاء الله يكون اكيد برفقه العود، لانه انا كثير يعني بحس انه هيك لما الصبيه يعني متعودين شاب مطرب يعزف، بس هيك لما صبيه بتعزف بتغني بس في شيء هيك في قيمه مضافه يعني. فيعني انت مشروع انه ان شاء الله ممكن قريبا نكون، بس ما طبعا اكيد ما بنستغني عن الاستاذ محمد. انا حتى لكن يعني هيك بقول له انه ما اكيد ما راح اطلع بلا تدريب. يعني الغناء مع العزف كمان له مهاراته الخاصه، انه يعني انت ممكن ميس ان شاء الله بهيك بالمستقبل تكون عازفه ومطربه بنفس الوقت، فهذا كمان له خصائص اخرى غير انه بس غناء لحاله او موسيقى لحاله. اكيد. هلا انا برايي يعني ضروري اي حدا بيغني يكون بيعزف لأكثر من سبب. أول شيء يعني مشان جمالية الإخراج النهائي، يعني أنت لما بتغني لحالك أكيد حلو إذا الصوت حلو، لكن مع آلة موسيقية أكيد بصير شيء أحلى. ثانيا مشان ضبط الصوت بشكل كتير دقيق، يعني أحيانا ممكن مثلا المغني يكون عم يغني بدون آلة موسيقية، ممكن نحن نقول أنه فلتت الطبقة الصوتية. شو يعني فلتت؟ أنه ما قدر يمشي بمكان انه صح، يضل على نفس الطبقه او نفس درجات المقام اللي عم يغني عليه. فالآلة الموسيقية اذا كان هو بيتقن العزف الى حد ما فهو اكيد بصير الخطا كثير اقل وبتقوده صح. يعني أكيد بتقوده صح اكيد طبعا. والتدريب اكيد بيكون كل شيء لحال. يعني هلا انا مثلا انا وميس عم نشتغل، ممكن كل جلسة تكون شيء مختلف عن الثاني، مثلا جلسة عزف ممكن نفس الجلسة نشتغل هيك وهيك، يعني حسب وقتنا أنا وياها أو حسب تحضيرها هي أو حسب يعني في كتير ممكن تعملوا أحيانا ديو أو عم بتغنوا مع بعضكم. ممكن يكون يعني هذا وارد يعني. اصلا يعني بالغناء العربي وحتى طبعا الغناء بشكل عام الديو يعني فن حلو. أكيد. لما تسمع صوت شاب وصبية مع بعضهم بيطلع فعلا أكيد مزيج. لأنه أنت لما بتسمعي هذا المزيج أكيد في شيء غير لما تسمعي صوت واحد إن كان ذكوري أو أنثوي يعني. بالإضافة الإحساس، يعني أنت لما بتغني لحالك وفي روح تانية عم تجاوبك بهذا المغنى، أنت رح يصير في مثل تنافس بالإحساس، يعني كل واحد بده يبين إحساسه أكثر. غير لما بيكون خلاص انا عم غني لحالي، يعني ما انه عادي انا بغني لهي المقطوعه هيك. في تناغم يعني أكيد. كمان أكيد. يعني هو هيك ثنائيات حلوه، الكورال حلو، يعني احيانا فرق خمس اشخاص، يعني الحقيقه تجارب عم تتنوع يعني مع الحاله الفرديه اللي هو المطرب. فهيك الغناء والفن والموسيقى يعني هذا الفن اللي هو طيع لهي الخيارات. تماما. شو راح نسمع هلا شيء كمان من خياراتكم اليوم اللي محضرين لنا اياها؟ راح نسمع شيء عند الحق دمي أفديها وانا
انا لو قلبي ده دمت تتك دمت عيونك عند الحال دمي افديها وحياتك عندي ما تفيد العندي ما ازرع وردي وانسى اسقيها يهوني العمر في طوال القالو ويهوني السهر كرمال الحب. وندي هذا الاداء وهذا الصوت. طبعا انتم بقيانين معنا وعم نضم ورودنا لباقتنا اليوم، وراح نروح لعالم الالوان، الرسم، التطبيق، الخزف، النحت، تصميم ازياء المسرح، هن حصيله لعمل فنانه تشكيليه راح تنضم لنا ومن إلا يا صباح الورد الفنانه ابتسام خدام. اهلا وسهلا فيك. هلا بالورد يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى ضبابا نزلوا على بنت الأمارة قبل أن يا صباح الورد أستاذة ابتسام خدام. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي يا صباح النور لإذاعة أمواج لضمة ورد لنقطة الورد. يا أهلا وسهلا. حضرتك فنانة تشكيلية، كما الفن التشكيلي جامع للعديد من الفنون، أنت أيضا كفنانة جمعتي بين عدة فنون: الرسم، النحت، الخزف، خزافة أيضا، تصميم أزياء للمسرح وللأعمال الدرامية، وفي كتير شغلات وفنون تطبيقية أخرى، قماش، في غنى بتجربتك. كيف جمعتي كل هالفنون أستاذة ابتسام؟ هلأ هو أعمد شيء بالحياة هو الحلم. يعني حتى لو أن الواحد تغيب عنه بس بتلاقي متابعه ولاحقه عم يلح عليه أنه أنا موجود بس أنت تقدم. يعني كتير أنا عندي طموحات وأنا لسه كتير عندي، يعني أنا اللي عديتي هذا جزء من اللي جواتي، بس في أحياناً الظروف تقف عائق أمام الجميع. يعني أنا هو العائق الأول كان الوضع الصحي يعني، والحمد لله أنه تعافيت. أنا الفنون التطبيقية اللي رح تنعرض اليوم كانت أول ما شفيت من المرض، كان لي سنتين ثلاثة بس أنا صحي نايمي بس عقلي عم يشتغل. يعني كتير في مخزون ناطر جسدي لحتى يتعافى، وأنا كله بعد الشفاء مباشرة عملته وقتها في معرض. أخذ مني جهد كبير لأنه كل عمل بدك تصمميه وبدي أعمل له إخراج يعني مو عبسي. وما في عمل بيشبه الثاني، يعني وقت عملت شي 100 وعملين بالمعرض ولا عمل بيشبه الثاني يعني. وكان كتير جميل بمختلف الفنون كمان التطبيقية. أنا عم بحكي عن هدول. أنا برسم كمان فن تشكيلي بنحات وكمان بالخزاف، بس أنه أنا هدول مع تصميم الأزياء، لأنه أنا بالأساس طبيعة عملي مصممة أزياء يعني. بس أنا تصميم الأزياء أنا ما باخده أنه أنا قطعة عم قصة. أنا بحياتي ما قصيت قدام حدا. السبب مع العلم أنا بعطي كل شيء عندي من مخزون، بس لما بدي قص أنا حدا بيتوحد مع ذاته. يعني أنا إحساسي بده يشتغل، إحساسي هو اللي بده يحرك حواسي كما اللوحة. تماماً تماماً كما اللوحة يعني. لأنه أنا بكون عاملة دراسة ل شخصية السيدة اللي أنا بدي أصمم لها، أو حتى الممثل أو شيء. الممثل طبعاً بدي أقرأ الدور أنا لحتى، أو يكون عندي فكرة عن الدور لحتى أقدر أعمل إزاي يعني. كمان السيدة نفس الشيء، أنه بدي أقرأ حتى نفسيتها، ما بس أنه قامتها، حتى النفسية، لأنه بدي يكون يعني أنا بعتبر شخصية الأنثى هي أنثى متكاملة بإحساسها وطولها وعرضها وحديثها وصوتها كلها. يعني لما أنا بدي أرسم لوحة ما معقول أعمل زاوية جيدة والباقي أهمله. بالنهاية هي ضمن إطار أنه الكل بده يشوفها والقارئ بده يقرأ بده ينقد. يعني بقى أنه أكيد لازم يكون إخراجها كامل لحتى أنه تطلع الشخصية كاملة متكاملة يعني. ما يكون فيها تناقض، يعني بدها تكون
أنا لازم ضيف الجمال ما أني أظهر القبح وأطمس الجمال يعني. تمام. بهي الحالة أنا بعمل دراسة للشخصية وأنا هيك كنت يعني. تبتكرية ابتكار بتحطي لها تصورك يعني انت هلا هيك شوي رح اخذتينا شوي للازياء بنخلص الفكره وبنرجع للشيء الثاني انه تحديدا ازياء المسرح او الاعمال الدراميه بدها تصور لشخصيات معينه بدك تقراي النص وبنفس الوقت بدك تكسي هاي الشخصيه اللوك النهائي اللي هو بده يكمل فيه اداء الممثل وشخصيته فهون كمان يعني اختصاص بحد ذاته يعني تصميم ازياء ومؤخرا كان في مسرحيه تاج الملك كانت ازياء للممثلين فهون بتحطي هاي التصورات بناء على الدراما العمل يعني هلا عم لك انه هلا انا كنت بالبدايه مع الاستاذ لؤي الله ان شاء الله هيك يرجعه بخير وسلامه مسافر استاذ لؤي شانا يعني المسرحيات عملت كثير ادوار صعبه مثلا شكسبير ملكا كان كثير صعب صح يعني والأعداد كانت كبيرة وبدك ترجعي أنت لهديك الحقبة لحتى تشوفي الأزياء كيف كانت وتصميمها ما كان سهل أبداً كان مولير وشكسبير أبداً تماماً تماماً كمان عملت مرة مسرحية حيوانات أنه أنا الممثلين بدك تعطي دور الحية والبطة والسلحفة وهدول كتير كتير كان صعب فيهم معاناة كتير يعني وأنا حدا بيشتغل من قلب يعني أنا ما فيني مثلاً الشيء اللي ما ظاهر للناس يمكن بيعنيهم الخارج بس أنا من جوا وبرا يعني أنا ولا مرة مثلاً عملت قطعة وفتقت أو ما زبطت أو عرفتي شلون تمام في إتقان يعني ومتابعة في إتقان كتير يعني أنا كله أنا عم قلك بعتبر الأمر لوحة يعني نعم. ما بقدر أعمل جانب هيك وجانب لا لوحة كاملة آخر شيء مع الأستاذ فايز صبوح كمان تاج الملك كان الكثير الشغل معه حلو ولطيف وظريف يعني ولاقى نجاح يعني كمان وشخصياته حلوة وشخصياته كمان حلوة يعني عاملة كاركترات حتى كمان فيها يعني حتى مثلا التاج كثير كان نقطة مهمة بالمسرحية كان هو قائم على البطل يعني الحدث صح هو البطل انه انت بدك تعملي تاجين مثل بعضهم تماما يعني تمام وحتى انه عملتهم هلا في ناس مثلا تعملهم بشكل ممكن دغري باللبس يعني اثناء الدور يمكن يخربوا او يعملوا شيء يعني انا عملتهم شو ما بده لسنوات رح يبقوا مثل ما هن يعني خاصه انه عم تعملي شيء للمسرح يعني للممثلين يعني وليس انه هو ثياب او شيء من البسول نحن بنشتغل فيه المسرح بشكل احساسي تمام باحساسي يعني انا احساسي هذا الذوق يعني لازم يكون ذائقة مثلا الناس تقرأ لما انت بتأرجي الصورة الجميلة للناس مرة اثنين ثلاثة بصير الناس تتعلم تمام. لما بتعطي كمان القبح اكيد انه بصير بيتلاشى الجمال وبيظهر القبح لانه هو الظاهرة صار هو الصورة طبعا الأمنية. حضرتك يعني هذا العمل عم تقدميه خلال مديرية الثقافة وتعملين يعني في مديرية الثقافة بهي المجالات وايضا في مركز الفنون التطبيقيه بشكل خاص الاعمال الخزفيه شو اخذك كمان على عالم الخزف اللي هو عالم بحد ذاته وفن قائم بذاته الخزف يعني هي الطين ماده مع بدايه الانسان يعني هي يعني ماده كثير قديمه وفيها حكايه كثير وماده تراثيه يعني واثريه بنفس الوقت الطين كثير هلا كل شيء الواحد بيعمله فيه له وقع على نفسه الطين طيع بعدين كتير بتحسي بيسحب الطاقة السلبية من الشخص وبيعطيه الإيجابية انت كيف ما بدك بتحركي العجينة بتعمليه بالنهاية لما انت بدك بدنا نشوي ونلون عم تظهر قدامك كتلة جميلة كتير انه معقولة هاي الكتلة اللي كانت طين طين انه صارت هيك يعني هي صارت بمثابة انه اي عمل انا بعتبره بمثابة الجنين كيف بيكون نطفة وبيتحول بينمو صحيح. كمان حبة الفاصوليا كيف بتكون وبتنمي ورق لحتى تسمر وتعطي الأزهار صحيح. والثمار هيك أنا برأيي كل عمل يعني ما بصير نعطيه من الآخر لازم الآخر يشوف المراحل لأنه هالمراحل بتفرح هلا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي المراحل بدنا نمر فيها كلها لحتى نوصل إلى يعني إلى المرحلة اللي نحن نرضى فيها عن نفسنا ونقدم المزيد يعني الإبداع لا يتوقف عند حد معين فهون قديه بيكون في حالة من الفرح يعني سواء موسيقيا الأستاذ محمد وميس إنه نحن لما بنعمل شيء نشوف نتيجة عملنا قديه الفن بيمنحنا هاي
الحالة من الامتنان كتير كتير. هلا أنا وقت اللي انتقلت من الخزف، أنا كتير بحب الخزف، بس نحن ببداية الأحداث ما بقى في طين، ما بقى في كهرباء للشوي يعني، بدنا طين جيد لأنه الخزف له طين خاص فيه يعني، بده يكون نقي كتير. إنه ما في بقى طين شو بدنا نعمل؟ أنا ما فيني، الفراغ دائما لازم يكون ممتلئ عندي يعني، فراغ إنه أقعد هيك أبدا. تحولت للخشب. الخشب صعب، السبب إنه ما نطيع مثل الطين. مثلا الطين أخطأتي ممكن تضيفي، أما الخشب أمتي قطعة خلاص بدك تغيري بقى مسار العمل، أكثر صرامة يعني. تماما تماما هيك صار. أنا ما بعرف، بحس إنه يعني أنا تعدد المواهب هي معنى إنه أنا منشان يكون عندي مواهب متعددة. تعدد المواهب هي طاقة داخلية أنا بطبعي يعني، من أنا طفلة لما برجع لطفولتي بقول إنه أنا هذا كان موجود فيني بس ما حدا منتبه له. يعني لو حدا انتبه له أكيد كنت هلأ هل ما حدا انتبه له هيك كيف؟ طب انت يعني حكيتي لي عن ما بعد فترة انت مرأتي، قلتي بي يعني تجربة بالحياة هي المرض، الله يعني الحمد لله على سلامتك وبالشفاء دائما والصحة والعافية، لكن يعني ما قبل المرض انت مريتي ب يعني بتحضير وكان عندك هاي المقومات كلها، فهون هاي الفنون كيف جمعتيها قبل؟ أنا يعني إذا واحد بيكون سجين بده يطلع على الحياة، بتحسي بس يطلع بده يستغل كل ثانية. أنا كنت سجيني ضمن جو الأسرة، مو بمعنى السجن السلبي، بمعنى أنه أنا كل اهتمامي كان لأولادي وأنا ما ممكن كنت أعمل شيء على حسابهم يعني. بس أنه هيدا مشروع حلمي عم ينتظرني وأنا عم يلح علي، خزنتي يعني مخزون، وعم ينضج عم ينضج عم ينضج لوعد ما كبروا وتزوجوا بقى. ما شاء الله كان آن الأوان يعني. هون كانت بقى وقتها فرصتي، وبلشت بشكل جدي بال 2006 لما اللي عملت المعرض هيدا اللي عم نحكي عنه التطبيقي تبع الأزياء والبذور والهي. حتى بذور الزيتون يعني أنا حدا متأمل كتير، والتأمل عم يخلق لي إبداع. بيطلع معي شغلات احيانا بالحاله العاديه بطلع بقول معقولي انا عملت هي، مثلا معقولي انا كذبت هي. احيانا فكره اخر شيء بتطلع عندي قصيده يعني. بحاله التامل عندي بصير عندي اغراقه كثير يعني، ممكن حدا يمر جنبي ما شوفه اذا ما صرخ او عمل لي بايده هيك او شيء. مستغرقه يعني كثير كثير بستغرق. هذا الاستغراق انا كله عندي بيسجل بين حفر يعني، كله احيانا بكتب الفكره مشان ما تطير، انه هذا لازم نسجله يتنفذ يعني وينجز يعني. أنا مثلا بذور الزيتون كتير مسألة ما نسهلة يعني، إنه مثلا نحن إذا بدنا ننعم لوح خشب كتير سهل إنه أنت عندك مساحة، بس أنت بذر الزيتون هذا كيف أنت بدك بالورق البرداخ تسقليه لحتى تسقليه وتنعميه ويطلع. في ناس كتير ما عرفتوا بذر زيتون، فكروا حبلولو يعني أو شيء من الأكسسوار، وأنا جامعتهم. حتى وقت اللي عملت معرض هون كمان البعض قال إنه أنا مشتريتهم من برا. كان الله يرحمه صديقي مازن غانم، الله يرحمه، هو حاضر، هو جاري وحاضر يعني عم يشوفني شو عم أشتغل واندهش يعني. هذا هو الإتقان يعني اللي حكينا عنه يعني، نحن نشتغل تماما، هو يحب العمل يعني. نعم، وهي الاستمرارية. وأنت يعني أديتي واجبك كأم وأنهيتي يعني هاي المراحل، اليوم عم تتفرغي لنفسك لفنك لإبداعك. شو ضاف لحياتك هذا الجانب بعد ما كنتي هيك حبستي فترة مثل ما عبرتي؟ أنا كل ما انضجت عم حس إنه أنا الطاقة موجودة عندي كتير لسه، لأنه لما الشيء بينضج يعني مثل النبيذ، النبيذ أنت ما فينك تخمري وتشربي تاني يوم تالت يوم، تعتقي معتق. كل ما عتق بصير ألذ وأطيب وأغلى وله قيمة أكتر يعني. الإنسان كل ما كبر يعني، لا حدا يقول إنه والله كبر ما عاد له قيمة أو ما بقى يقدر يعمل شيء، بالعكس لما الإنسان بيكبر إذا جسده انتهى بس عنده نضج بعقله
الفكرة يعطيها ممكن ينفذها مع أي حدا يعني. وإحساسه وهذا الإحساس ما بيموت إلا مع أطلوع الروح يعني. أنا رغم أنه جسدي أنا عندي صحتي ما كتير عم تخدمني، بس أنا طاقتي اللي عم تخدمني. حلو. يعني روحي هي اللي عم تعطيني. وأكيد كانت أحد عوامل يعني استشفائك، يعني إذا ما قلنا شفائك لكن ممكن هي عملت لك نقاهة. يعني تصديقا لكلامك الدكتور اللي عالجني لما اللي رحت لعنده أنا مشلولة وحامليني، ما أتوقع أنا بهالسهولة أني أشفى يعني، لأنه كتير تساعدت معه. قال لي وحدي غيرك بوضعك بحالتك كانت ما بتطيب أبدا. بس أنت إرادتك قوية محبة للحياة، هاي طاقة الفن والإبداع اللي بنحكي عنها. يعني عن جد أنا بحس أنه اللي عنده حالة فنية اللي الله عطيها هالهبة فعلا هي ممكن تكون مدعاة لأنه هو يكون سعيد، رغم أنه صعوبات الفن يكون بصحة أفضل بمزاج أحسن، رغم أنه يعني بيكون صعب الفن عموما يعني، وبقولوا الفنان بيكون مزاجه وهي، لكن هي بتمنحه بالأخير لحظات أهم من الدواء كتير كتير. فهذا هو الإبداع يعني. الوقت نحن لو منعرف قيمة الوقت، أنه كل وقت إن شاء الله يكون 5 دقائق بمرسه أنا بعتبره قتيل. يعني كتير في ناس للأسف بتقتل الوقت بطريقة مزعجة يعني محزنة. أنا ما عندي يعني، أنا بالبيت ما عندي أبداً أني أقعد هيك وأتفرج على التلفزيون أو على شيء، حتى لو بدي أتفرج وقتنا عندي إيدي عم تشتغل، في شيء عم يشتغل بإيدي، أي شيء يعني، أي شيء أبداً. حلو. أنا برجع للأستاذ محمد ونحكي هيك عن هذا الفن اللي هو موجود بالحياة، يعني مهم، عنصر مهم بالحياة، بجوز في أولويات لكن بيبقى الفن هو هيك البساط اللي نحن بدنا نرتاح عليه، يعني هو حتى الفضاء اللي ممكن نحن نحلق فيه. قديه مهم الفن بحياتنا، وقديه مهم انه نحن ما نترك حالة عم نعيشها لو تأجلت. لا، انا دائما بشوف انه الفنون بجميع انواعها هو الغذاء الوحيد للروح. يعني الجسد بيتغذى على الـ على الـ على الماديات بالعموم طبعا، صح. الروح ما في شيء غذاء لإلها غير الفنون، الابداع تماما والفن. فهو كتير شيء مهم أنه أنا ممكن ريح جسمي بالنوم مثلا، باكل وبنام، بس روحي أنا كيف بدها ترتاح؟ بالفن، بالموسيقى. وكل واحد له عالمه الجميل يعني. أستاذ ابتسام تنصرف إلى الإبداع، على الرسم، الألوان، أنت وميس غناء، موسيقى، كل حدا يعني. نحن هلأ كمان في عنده اهتمام، أنا حاطة ببالي الموسيقى أسا هي كمان كمان يعني. يلا إن شاء الله، ما شاء الله. فراغ أبداً أبداً، ما عندي فراغ أبداً. أيضاً عندك كتابات أدبية، نحن هلأ بعد شوي رح نسمعها يعني، يعني هيك بعد ما هلأ نخلص من شق الألوان والرسم والفنون أكيد رح نسمع كمان شيء من كتاباتك. بعد ما أرجع كمان لمحمد وميس ونحكي عن الشيء اللي عم تشتغلوه خاص لكم ان شاء الله. قريبا هيك سيبصر النور يعني، فهون كيف عم تتجهوا وكن تنتجوا شيء خاص لكم؟ هلا بصراحه نحن صار لنا هلا فتره عم نحضر لاغنيتين. اغنيه هي ككلمات مكتوبه لطفل صغير، يعني اول هي الطفله اللي اول ما بتخلق تقريبا يعني. فانا شفت الكلمات و يعني قلت انه حرام ما تتلحن هاي الاغنيه. طبعا وفي طفلي يعني، في طفلي بال 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 بالحاله بتخصنا يعني بهذا العمر. فنحن انه وقت اللي عملت اللحن فاشتغلناها انا وميس، فطلع انه اللحن لا حرام ما يتسجل يعني هذا اللحن، هاي الكلمات. فانه هاي اول اغنيه، وثاني اغنيه هي اغنيه ممكن نسميها عاطفيه حديثه لكن باسلوبنا نحن يعني. كمان يعني ولو انك عم تدرس ميس اليوم، قلنا نحن كلاسيكيات الغناء والاغاني يعني الاكثر هيك نضج، لكن ممكن كمان تستثمر هلا صوت ميس بهالعمر باغاني للاطفال مثلا، تنتجوا شيء من، خاصه انه هذا الفن كثير قليل يعني، اللي اليوم بيغني للطفل مباشره من الفنون القليله اليوم. لا بصراحه من لما بلشنا نشتغل انا وميس صار في كثير افكار، أو صار في كتير ناس تدعمنا ولو معنوياً، وحتى في منهم يحكون لنا أشياء أنه ما تكون خاطرت لنا نحن مثلاً، مثل موضوع الأغاني الأطفال، فكرة كتير حلوة يعني. هذا الموضوع أن نحن دائماً في أولويات بالنسبة لنا يعني، هو أكيد شيء كتير مهم الأغاني الأطفال، لكن أنا بشوف أنه ميس يعني بطبيعة صوتها بقدراتها الصوتية بتستاهل أنه نشتغل شيء على
قد هاي الامكانيات. كمان. الاغاني الاطفال اكيد حلوه يعني، واكيد هي بتضيف لها شيء بقوه صوتها، لكن يعني اغاني الاطفال ممكن اي حدا بيأدي صوت عادي بيأدي يقولها يعني، لأنه حابب تستثمر صوت ما بشيء يعني أكثر. لكن موجود الفكرة يعني، نحن وقت نشوف النص والألحان الأطفال أكيد. بس اليوم أنتوا ما حابين تسمعوا يعني نسمع شيء، لأن أنتوا هلا حاليا عم تسجلون وأكيد في حقوق وقصص يعني تقدموها. طيب هلا شو بدنا نسمع شيء كمان هيك؟ نقول الهدوء. فقلتي لي بدك تروحي للموسيقى كمان استاذة ابتسام، يعني بقول لهم هي بحب بتمنى انه الله هيك يعطيني عمر وحققها يعني ان شاء الله. الفن ما له عمر استاذ محمد، يعني ممكن صح بيقولوا بالصغر بيأسس هو يعني مهم من البدايه، لكن كمان ممكن اذا حدا عنده رغبه بعمر متقدم يعني يقدر. اكيد اكيد، خصوصا يعني خصوصا انه انت عم تحكي عن شيء هو يعني معنوي او شيء له علاقه بالروح، فغير لما يعني هلا اكيد في تمارين، واذا واحد بده يعزف مثلا او اكيد في تمارين ممكن تاثر موضوع العمر بالجسد، لكن الاصرار والروح من جوا يعني انت عم تتعلمي تماما يعني في شيء، انه في شيء انت بتحسي في طاقه كثير كبيره اللي حابب. طبعا انا في عندي كثير امثله هيك، في عندي ناس في منهم اكبر مني بالعمر انا عم درسهم يعني انه ما دخلها ابدا. هو الحقيقه الفن والابداع ما له عمر، ويعني باي مرحله ممكن تكون هي موهبه مخبايه مثل ما حكت ست ابتسام، انه كل هالعمر خبتها
لكن إلا ما تطلع بيوم طبعاً هي مانا مهملة يعني هي مؤجلة كانت مؤجلة تماماً كانت مؤجلة تمام. لما شي بتأجل أنت بضلي حاططي براسك وعم هيك عم تسبقي بالزمن لتوصلي بضل بلح يعني ما بي لا يخبو بلح أبداً 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 هلأ أنا كنت مثلاً أعمل على شي مثلاً أساعد أولادي كتير بالرسم بالبيت علمهم حتى لأحفادي يعني كمان معلمتهم كتير نقلت لهم هاي الحالة وفي ناس كتير أنه أنا فيني شغلي ما بعرف إذا الغير هيك أنه أنا كل ما حدا حبطني بدون ما ينتبه هو عم يدفع فيني لفوق كتير بيزيدك أصرار عم يزيدني أصرار وبمحبة ما أنه بيضغيني أو شيء يعني حلو لأنه عن جد الفن ما له عمر يعني ممكن لآخر لحظة هلأ كتير بيقولوا لي أنه حاجة عملتي عدي بقى انه بمعنى عيب يعني انه طلعت فوق الستين ما بيصير في ناس تحكم على رقم معين يعني انه هدول بزعل عليهم كتير بزعل عليهم انه هن كيف رؤيتهم للحياة ما بعرف يعني الجمال انه هيدا انا لم بعمله شيء جميل يعني صح انه وانا فراغ ما عندي يعني انا احيانا بزعل على هالشباب اللي عندهم او الصبايا اللي عندهم طاقة هائلة بتروح سودا هيك انا كتير هي بزعل يعني مشان هيك بتلاقي أحياناً الفشل بيتفشى بالحياة العلاقات يعني حتى العلاقات أنا ما عندي شيء منه مدروس على أي صعيد كان سواء البيت العلاقات الاجتماعية كله فن كله أبداً في هيك لوحاتك وبتصفي عم قلك يعني حتى علاقتي أنا مع أي شخص سواء كان رجل أو أنثى أنا برسمه لوحة جميلة يعني أنا بعمل له دراسة مو عن عبس تمام عرفت شلون هيك بتصير طيب نحن هلا بدنا نروح إلى حدائق الرياضة ونقطف وردة غير إنه هي من حديقة هذا العالم هي أيضا من حديقة عائلة كلها عائلة رياضة وبشكل خاص رياضة التنس اهتموا بهاي الرياضة حققوا بطولات ما ظلت هي بس إنه هي هواية لكن تحولت إلى دراسة راح ينضم لنا الكوتش علي بيلي ماجستير في التدريب الرياضي وردة تنضم لباقتنا ونقول لك يا صباح الورد أستاذ علي هلا بالورد يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى بابا نزلوا على بنت الأمارة جاب الأمارة كوتش علي دبيلي يا صباح الورد أهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين أهلا وسهلا والكوتش علي هو من عائلة رياضية يعني اليوم أنت عم تحكي باسم العائلة اللي تماماً. هي حبت وعشقت رياضة التنس وحققت بطولات فيها نحكي هيك عن عائلتكم وهالرياضة إذا نحكي عن عائلة دبيلي بدنا نبلش بالوالد اللي هو المؤسس الكوتش سامر دبيلي اللي هو كان بطل سوريا بالثمانينات ومثل سوريا بعد الدورات الدولية بأوروبا كريستال كاب تشيكوسلوفاكيا قبل ما تنقسم لتشيكيا وسلوفاكيا اخر دوره كانت افردويت كاب بخبروس هالحكي فتره الثمانينات وبعدين بعد ما تجوز وتشكلت عائله دبيلي اولاده فكمان دخلنا بها رياضه وصراحه ما لانه هو ممارس للرياضه يعني بقدر ما كان صار عندنا حب وعشق لها رياضه وقت عم نشوفه عم يلعب ونطلع معه على الملعب فصار عندنا تعلق بهيدي الرياضه ومارسناها وحققنا انجازات فيها يعني واخواتك انا واخواتي طبعا يعني الحمد لله انا واخي حيدر واختي صبوحه وصلنا مرحله وصلنا المنتخب مثلنا المنتخب الوطني ببطوله غرب اسيا وكنا ضمن عداد المنتخب الوطني بالفئات العمريه 14 و12 سنه نعم يعني هو منقول الفن متوارث الرياضه ممكن كمان تكون اهتمام متوارث لكن وجود بطل رياضي بالبيت مثلا اللي هو الاب ممكن هو يكون قدوه لكم اللي خلاكم هو بعشقه وحبه لهالرياضه خلاكم تحبوا كمان رياضه تماما الناس. تماما يعني حتى هو بعد فتره انقطاع يعني وقت صار معه اصابه بالتهتك بالرباط الصليبي فصار بطوله سوريا باللاديه فحتى هو وقاطع التنس كان عمره تقريبا وقتها 37 سنة شارك ببطولة سوريا هو كان منقطع عن اللعبة تقريبا شي 7 سنين ومع ذلك حسن يوصل لنهائي هالبطولة يعني على بطولة رجال سوريا وهي برياضة مثل التنس يعتبر هو خلينا نقول كتير كبير بالعمر مقاطع عم يلعب مع شباب بالعشرينات طبعا يعني هي رياضة معروفة يعني الأعمار دائما بتكون بالأربعين بيكون انتهى العمر الرياضي للبطل شفتي أستاذ ابتسام يعني بأي عمر ورغم الإصابة ورغم هاي ما في شيء يثري الرياضة كمان فن يعني طبعا كمان رياضية بحد ذاته
طيب علي، يعني مثل ما قلنا صار انتم هذا جوكم بالبيت، اخترتوا هاللعبه تحديدا لان الوالد. شو هي خصائص لعبه التنس؟ على شو بتعتمد عقليا وجسديا؟ هلا التنس لعبه فيها كثير مهارات مفتوحه، لانه ما بتعتمد على ظروف محدده او حركه مقيده، يعني بتحكمك سرعه الطابه، ارتفاع دورانها، ارضيه الملاعب، في ملاعب ارضيه صلبه عشبيه، ملاعب ارضيه رمليه، فهي رياضه كثير مفتوحه. هلا حتى وقت منوصل لمرحله بيكونوا جميع اللاعبين عندهم نفس المستوى المهاري، خلينا نقول نفس مستوى اللياقه البدنيه، بتحول التنس للعبه شطرنج. وقت بكون انا عم نافس لاعب مقابل نفس قدراتي البدنيه ونفس المهارات، فصارت لعبه شطرنج، كيف بدي اربح هيدا اللاعب، كيف بدي اتغلب عليه. فلعبه متكامله من كل النواحي، رياضيا وذهنيا. واغلب البروفيشنال هلا اللاعبين المحترفين من ابطال العالم هي الناحيه العقليه اللي هي اللي عم تسيطر طبعا، يعني الذهنيه تبع اللاعب هي اللي عم تحسم مين هيدا نمبر 1 او بالرياضه. كثير مهمه هي القصه الذهنيه، يعني كثير الحقيقه هذا عامل مهم يمكن ما بينذكر، لكن هو يعني لازم نولي اهميه مثله مثل اللياقه الجسديه. تماما تماما. لذلك بتلاقي في فرق اللي هيك متخففه من هموم الحياه بتبدع اكثر، او بجوز العكس، يعني اللي عندهم حالات هيك ممكن انه تظهر هاي الذهنيه. اذا وجدت بجو حر ومناخ يعني مثل هلا انتم مناخ عائلتكم كون الاب ممارس، كيف ممكن فعلا تؤدي لابداع ولنتائج حلوه مع طبعا تدريب ولياقه وغذاء سليم، لكن بالاخير انتم ذهنيا مع اللعبه. تماما. هلا كل هالافكار اللي كانت عندنا حولت لعنا شغف، فنحن اتجهنا لمجال التدريب ودعمناه اكاديميا. هلا انا مثلا ماجستير في التدريب الرياضي تخصص تنس، ومدرب معتمد الامتحان الدولي للتنس. فنحن رياضه دائما اي رياضه عم يكون فيها مجرد ممارسه او خلينا نقول تلعيب للاعب. الرياضة هي علم قائم بحد ذاته، يعني عندي فيزيولوجيا وتغذية وعلم حركة وكتير علوم يعني بتدعم الرياضة لنوصل للاحتراف. بسوريا عنا كتير خامات وفي عنا كتير مواهب، لكن عم نضل بعاد عن المستوى العالمي أو بعاد عن المنافسة العالمية يعني. فطلعنا بمشروع الأكاديمية اللي هو أكاديمية تبالي، عائلة تبالي بالتدريب، ودائما عم نسعى لنطور حالنا. يعني هلأ صار عنا أبطال من خارج العائلة، يعني هن من لاعبينا، نذكر منهم تاج ابراهيم اللي من فتره كانت عم تمثل منتخب سوريا تحت 12 سنه بطوله غرب اسيا بايران، لين عجيب بطله سيدات سوريا، زينه ماشي كمان بطله تحت العشر سنين. حلو، بلشتوا يعني تقدموا جيل اخر. تماما تماما، عم نسعى دائما حتى لنطلع افضل نسخه من اي طفل. عم تكبر عائلتكم يعني تماماً. بس باسم العائله، انما هذا بتنقلوه لاجيال محبه لهي الرياضه. تماما. وانت يعني نظرا لممارستك وحبك لرياضه التنس درست، انت خريج وحاليا انت ماجستير بالتدريب الرياضي. تمام. فهون يعني لا بتبقى هوايه او لعبه او بس، انه انت كمان اخذت دراسه اكاديميه. تمام، يعني ادمجنا بين خلينا نقول الخبره والممارسه والعلم. تمام. فهيدي التوليفه يعني وصلت عنا هدف، يعني احنا مثلا من اهدافنا يكون عنا لاعب مصنف على مستوى العالم او لاعب سوري يحترف ياخذ تصنيف بالاي تي بي او الاي تي اف. تمام. هيدا الحكي كثير بده شغل. طبعا عم نعمل بروجرامات معينه، اعداد نفسي واعداد، يعني في كثير قصص عم نحاول نساعد نحن والاهالي لحتى نوصل لمستوى معين. بس مثل ما عرفت التنس رياضة مكلفة يعني بالنسبة لناحية أدواتها. صح. فكل سنة وبدها جو تنافسي كتير كبير، يعني مثلا المحترفين بيكونوا عندهم 40-50 بطولة بالسنة، يعني هي سلسلة بطولات، وممكن هلأ بهالأسبوع عندي 10 بطولات، بطولة بكل بلد. فاللاعب السوري عم يفتقر للمنافسة، ما عم بيلعب كل هالعدد. تماما. ممكن مثلا سلسلة بطولات سوريا مثلا عندي 3 بطولات او 4 بطولات بالسنة، باقي السنة اللاعب ما عم ينافس بالنهاية. كل التدريب الاختبار تبعه بالمباراة. صحيح. فنحن حاولنا طلعنا بمشروع، هي بطولة عم نستضيفها كل سنة، عم ندعي عليها جميع لاعبين سوريا، لاعبين المنتخب حتى تضلوا على استمرار. تمام. جميع المحافظات، وهي مرهقة جدا. بس حاولنا نحافظ على نظام البطولة اللي هو دوري، مخروج مغلوب. تمام. لحتى اللاعب يحقق أقصى استفادة ممكنة. فأنا وقت اللاعب مثلا عندي طفل صغير موهوب أول مشاركة له، فرضا شارك ببطولة معينة، خسر حمل أغراضه ورجع البيت. فهون أنا مثل
صار عندي احباط، وبتكون بنظام الدوري لو خسر عنده فرصه ثانيه يطور نفسه. صحيح. فبلعب مباريات اكثر، بطور من نفسي اكثر، بصير عندي خبره اكثر. بس مثل ما قلنا الظروف دائما، يعني هلا مثلا السنه ان شاء الله بتكون النسخه الخامسه من البطوله، فرياضه بدها داعمين، اي نشاط رياضي، لاني في كلف كثير كبيره. صح. يعني مشكورين في بعض اهالي الطلاب، يعني حقيقه عم يدعموا، ما بعرف اذا فينا نذكر حدا منهم. تفضل. الدكتور طارق عبد الله والدكتوره نجوى منلا، الحقيقه كل بطوله بيكونوا من الداعمين، والاستاذ عمر هلال رئيس اللجنه الفنيه كمان ما بيخسر، دائما بيساهم سواء بالكؤوس او باشياء ثانيه. دائما اي انجاز بده تشاركيه، بده جماعه، بده داعمين، بده تشجيع، يعني بده كل الاطراف تكون تماما. طيب بعد الهالشيء اللي وصلتوا له سواء بالدراسه او بالفرص اللي اتيحت والبطولات، شو طموحه اليوم علي هو واسرته؟ يعني نقدر نقول وين انتم هيك ان شاء الله عم تنظروا بهي اللعبة؟ هلا نحن دائما عندنا شغف كثير سواء للعلم والتطور، فدائما بنحاول نطور من ذاتنا ومن انفسنا. هلا مثلا انا حاصل على ليفل 1 مدرب الاتحاد الدولي للتنس، هسه في ليفل 2 وليفل 3، كمان بدي احاول احصل على الدورتين، بس هدول بدهم سفر خارج البلد، وكفي كمان دكتوراه باختصاصي ان شاء الله. وحلمنا مثل ما قلت لك يكون عندنا جيل تنس، او نرفض المنتخب الوطني، او يكون لنا تصنيف على مستوى دول الجوار، يعني ما نكون كثير بعاد عنهم، خاصه انه في عندنا خامات ولازم ينشغل عليها ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. وهيك بنشوفك يعني مع هاللعبه ومع الفريق، او بدنا نقول هالكوادر اللي عم تاهلون توصلوا لهال الهدف اللي انتم حاطينه. شكرا. استاذة ابتسام، بعد هاي المسيرة رح نختم معك بمقطوعة أدبية ونقول لك شو بعد، يعني واضح انه الطموح كبير وعندك كتير أحلام بعدها بدها بالطريق. أنا طموحي انه ضل مستمرة، لأن لي شي 33 سنة بمركز فنون تطبيقية، والجهلة لمديرنا الأستاذ مدر ناصر ألف تحية، لأنه كتير بيهتم حتى بكل طلبات المركز. الحديقة عنا بتولد إبداع كتير، لأنه حديقة كتير قديمة، هي أثرية يعني، وأحياناً كتير بستشعر فيها لأنه بقعد ساعات طويلة فيها، كتير بتولد عندي شغلات أنا بكتبهم بالبيت بشتغلهم. طيب نسمع. قصيدة يا بسمة لا تنتهي، يا بسمة لا تنتهي، للحب صارت مذهبا. يا بسمة لا تنتهي، للحب صارت مذهبا، كالصبح طلت مشرقة بتبسم لن يغلبا. تهوى الحياة وإنها تخشى الهوى المعذبة، تبغي العفاف وروحها تأبى الوصال المتعبة، تزهو بحسن خيارها كي لا تعيش تخيبا. الحب وهج ساطع، الحب وهج ساطع، هو ضحك قلب أتعبا. لقاء شوق هائم، لقاء شوق هائم، كالنجم مر وأطربا. إني أبارك ماءه، إني أبارك ماءه نبعا نقيا أعذبا. الله. شكرا لك. مع دوام هيك الإبداع، مع دوام هاي هيك السريرة الحلوة اللي بداخلك والإبداع اللي بداخلك، شكرا كتير لك. تسلمي لي. شكرا لكم كمان. ونحن هيك بقتنا اليوم بعطرة الحقيقة اللي كتير منقول بعضه مخبأ وبعضه وصلكم إن شاء الله، لكن هو كتير يعد بالكثير من خلال يعني أمنياتهم، من خلال مسيرتهم اللي اشتغلوا فيها وراح يقدموا فيها
المزيد. رح نختم مع محمد وميس بعد ما اتشكركم وعرفنا انه عندكم مشاريع قادمه كثيره، فاهلا وسهلا فيكم وان شاء الله دائما بكل محطه بنكون فيها معكم نسمع شيء جديد لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كمان كوتش علي، شكرا استاذه، شكرا ميس ومحمد، وكل الشكر لمشاهدينا ومستمعينا، والى باقه ورد وضمه ورد جديده في الاسبوع القادم، الى اللقاء، جمعه سعيده. حبي ايه حبي.